رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين له الحمد كله وله الملك كله وإليه يرجع الأمر كله له الحمد بالإسلام وله الحمد بالإيمان وله الحمد بالإحسان وله الحمد بالتقوى له الحمد فوق ما نقول وله الحمد مثل ما نقول وله الحمد خيرا مما نقول نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وهو القائل من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ومن لا يستطيع فبلسانه ومن لا يستطيع فليكبر ذلك ضعف الإيمان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أمة الإسلام يا خير أمة أهدت للناس عباد الله أمة التقوى اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم اعلموا يا عباد الله أن الله صفاكم وجعلكم خير أمة أهدت للناس وهذه الخيرية تكمن في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كنتم خير أمة أهدت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ويقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من راى منكم منكرا فليغيره بيده ومن لم يستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلبه وذلك ضعف الايمان امه الاسلام ان المعامل في اعمالنا اليوم يرى اننا تركنا هذا الامر وان كان هناك واجب التذكير ولكن تركنا هذا الامر وحملناه فجرى ذلك تفاقم اعمال السيئه في مجتمعاتنا نعوذ بالله من ذلك فننسى ان خير امه اهدت للناس بدا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم والصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين هؤلاء اطاعوا الله واطاعوا رسوله صلى الله عليه وسلم اي الصحابه وعملوا بالقران وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر فكانوا خير امه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم خير امه قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وكيف لا وهؤلاء الصحابه تلاميذ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هم افضل هذه الامه في راس هذه الامه وهم افضل من الحلف في كل فضيله هم افضلنا في العلم والامل والايمان والعقل والدين والبيان والإبادة في كل فضيلة حتى كان منهم المبشرين بالجنة ومنهم الأكثر من مستجاب الدعوة فهذا اليوم ندعو فلا يستجاب لنا لماذا؟ لأننا تركنا الطريق الصحيح هؤلاء الصحابة عبدوا الله وأحبوا الله وعبدوا الله بالطريقة التي يحبها الله سبحانه وتعالى فكانوا خير أمة فاستجيب دعاءهم ونحن اليوم نريد بركتهم ولا نعمل بعملهم ذهب رجال اناس الى حسن البصري يشتكون يقول ما بالنا نستجيب ولا استجاب لنا فقال حسن البصري عرفتم الله فلم تطيعوه وعرفتم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فلم تتبعوا سنته وعرفتم القرآن فلم تعملوا به وأكلتم يوم الله فلا تعدوا شكرها وعرفتم الجنة فلم تتركوها وعرفتم النار فلم تهربوا منها وعرفتم الشيطان فلم تهربوه بل توافقونه وعرفتم الموت ولم تستعيدوا له وعرفتم ودفعتم الموات فلم تعتبروا وتركتم عيوبكم واشتغلتم بعيوب الناس نعوذ بالله من ذلك Zaman,
malago tun na bici abita ban hunu na ce sa akai an kai kama to ace gundukon jiya mutu cerka biyo mutu ce kuma ta ha ashe halu gundu ko kunan ga gundu jama'a borga ajini cheno in tabiya mabere ngari yo ce ngal tabiya su bere nali hasila mazara kunan ngali ye gugun kai da na tabiya su bere alfa sai kun majibu waziba anti malaba ye beje nasila za a guru ka ko gundu sallallahu alaihi wasallam ajini ji akana ano ekwe margeni na in tabiya hanu tabiya hanu kan da ya tabiya hanu ka ce bai hanu da ka da afraha mazakaha wa kan haru da saha to nan no aji sabu turza ma kan mentan na nan ji hai ka nan no ali mare annasu akasuna ma turochira hala kuna kuna ci burfose a ci madar kale bara zalan ju nan mun yi na tutuma dede ma ci fo ale ilbeta fogana kan na pegana nan pegana kan muhammad sallallahu alaihi wasallam gana moyas kar peba an ci ban mace nan sai masa ali jindal ali jindal kaifa mataka haika ije ma jindal la ma jindal moyas kan ci ma jindal bai kan kula ce wallahi su ni ku tuta su jindal bai to sai mene a fayu ana ce ta ko mali sai ha zalwa zahiri abu ngon na shatu hai ma ku ku bani jingal bomo mece ma ilmo ka kike kike inda ba kai ce ka mu abu in ta ba an ji bai no ka ci ba borom la kai mu ka noyo na ilpe mangwita na ya ri sabai amma no abu inda ba ce an ko walla a ko cin yisa ili goro na in ce wakati na to agoni ni na ce ba to ce na ce na afogo ni ji ni ata ba ko ma fara na na wato ana an ba ni zuwa na dai na amebe ba sa ba ce ka ta to ce na ya tun ka fi mun ka aji ka an ci ce no sai ni iko ku 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 kan ba ce ta ma ba fa gura ji ba ko alfaji a ku ne a zafa a ku ne la sa da ku ne ba ba ni sa ku an ci ka aji ge ka no fi so kan ce ta magana alfaya na ce an ci ke no sai ni ba mata no sai kai ebe no da ka masa baje ila roje bor ko mun suya foci abi sallallahu alaihi wasallam mata da kace ce mar'amikum munkara falidayru biyadi a din 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 ku ila roje nan go na gabi din ba nan go na lafu kuna alwa siya no wunje bor ma no go kaka shije ngon dia ngon dia mun ka ba da ba ni masi amma je ni din alfa ngon ko ma jina ko dan ka na ni ma ko nguru mu guru ko jana o amu kokwa mu on sube ba mu jana mu ta je ka gbe ban din dal ba ni no le ma asiko gbe ba te na asiko gbe da ma hay kan ni man ngadi makameda to hay kan be su ni o ma ne hay go inda alfa ko su te hey ni na asin se na je ka hay la ro ya ka ni se ba bo mo gor ku ga hasni hasada ya amu warta yo mo mai ba ni alfa kana ji go ai ai a haji bai na mai ajo ilu stay il bai ta mai wallahi dai ngoro ga ba faci ta ta ko kinon nan da mun na yau mutun kase ka ai kana su baba yara asu yara a bar sai ya hali go na samu dai ka musin no mai fo kace a musu ba faci ka ce na dai de an tunun ngin na ba wasin ce abu ba in su ce mai fai warka bai na ni la delle mato ma haji kabiya mato mun bi na je kula amma zama hay tutu mali gini na eh kamme hay tutu mali gini na na jen alfa yo kokari ko wasu ah masa kan go na tutu bana ri wasu amma tereni tereno gbe alfa yo bango ma tun na jibe den dia su dane ba ku mu go homon berkete wundi chi ni na wasu che ni na aba bona na aba lokon ko yuna na ba tu mayo wala zama de bona za pa za dependence ko ko ya tere bana ko ko kula za ko ko dai dai ce kwana a bar hamu su ta majo ka ali ci babban ne ci qur'ani su ta ma a in su ta me alfa wa su ne na mu dia anan no kan me kon gware kon zu ngan ji be da ru wa no hu alfa yo kwaka no kan to eh alfa ka ci da ru wa anan hu mu inna lillahi wa inna ilaihi raji alfa yo san ko ko ta fa alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim malik